محاضرة طبية وفقرات ترفيهية في حديقة العروبة ضمن المبادرة التوعوية لمديرية صحة اللاذقية خلال حملة أسبوع الإرضاع الوالدي. فعالية هي لمنطقة المدينة وهي ضمن نشاطات كثيرة عم بتقوم فيها مديرية الصحة بالتأكيد على الإرضاع الوالدي، ولا شيء يعني يعادل الإرضاع الوالدي الرضاعة المطلقة لمدة 6 شهور والاستمرار بالإرضاع لمدة 24 شهر بكل مراكزنا الصحية وبالمشافي الحكومية وبالمشافي بعض المشافي الخاصة. أهدافنا بهيدي الحملة أنه نحن نعرف بفوائد الإرضاع الوالدي بالنسبة للأم وبالنسبة للطفل وبالنسبة للمجتمع، ونشجع الأم ونعطيها الثقة أنه هي تخوض هيدي التجربة الممتعة واللي هي الإرضاع الطبيعي. كالعادة نحن مؤسسة بصمة شباب سوريا إدارة اللاذقية بنسعى لنكون دائما مع أي فعالية بيطلقها أي قطاع سواء خاص أو عام لخدمة هالمحافظة وأهلها، واليوم نحن بنتشرف إنه نكون مع المؤسسة تكون مع مديرية الصحة بالمبادرة التوعوية للإرضاع الطبيعي اللي أطلقتها مديرية الصحة، ونكون شركاء نحن اليوم بدورنا طبعا تنظيم وتنسيق هاي الفعالية ومشاركة القطاع الصحي هاليوم المهم. نشر التوعية بين الأمهات عن طريق فريق طبي تخصصي. طبعا بهالأسبوع العام نكثف التوعية حول الأرضاع الوالدة من ناحية المحاضرات، جلسات توعية، مشورات فردية للسيدات الحوامل والرضعات، بنروح على المشافي الخاصة، المشافي بشكل عام الخاصة والعامة. كل سنة بشهر آب عندنا احتفالية بالأسبوع العالمي للأرضاع الطبيعي، بنكثف المحاضرات، بنشجع الأرضاع الطبيعي من عمر يوم حتى عمر السنتين، بنزور مراكز المدينة، بنعمل مشورات فردية، جلسات جماعية ضمن مراكز صحية بالإضافة للمشافي الخاصة والمجتمع المحلي. بدنا نستمر حتى نهاية شهر آب، بنشجع الإرضاع الوالدة حصرا للطفل من 6 شهور فقط حليب أمه، وبنعمل تشجيع بالمراكز الإيواء وبالمراكز الصحية. تعنى هذه المبادرة بالتعريف بأهمية وفوائد الإرضاع الوالدي والنتائج التي يحققها على صحة الطفل وتطوره وصحة الأمهات والعائلة.